العظيم والله العظيم انا بعد ما طلعت اتكلمت انا ما اتكلمتش تاني ماشي. انا ما اتكلمتش تاني يوم الجلسه، انا كنت لابسه التيشيرت بعد كده ما اتكلمت، واللي كان يجي يسالني اقول الحمد لله والكلام ده كله. والله 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 ان انا قلت لهم ان شهدوا عليا ماشي، شهدوا عليا، قلت لهم ان انا قلبي اتقطع على الواد ده. او قبول الطعن وتعديل الحكم بتخفيض عقوبه المتهم والحكم عليه بعقوبه اخرى. واكد اشرف نبيل محامي محمد عادل الصادر ضده حكما بالاعدام لادانته بقتل طالبه المنصوره نير اشرف انه سيتولى الدفاع عن المتهم امام محكمه النقده. وقال اشرف نبيل في تصريحات خاصه لصدى البلد ان اسره المتهم حررت لي توكيلا بتولي الدفاع عن ابنهم محمد عادل، ووقع المتهم على التوكيل بالسجن. مفاجاه من العيار الثقيل اتعب محامي قاتل نير اشرف 3 ملايين جنيه. في مفاجأة من العير الثقيل شهدتها قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل، أصدرت مصلحة شهر العقار والتوثيق أول توكيل رسمي بتوقيع الجاني المحكوم عليه بالإعدام المحامي أشرف نبيل لتولي المسؤولية الدفاع عنه في مرحلة الطعن على الحكم الصادر من محكمة جناية المنصورة. وكان المحامي أشرف نبيل قد أعلن منذ فترة عن شروطه لقبول مهمة الدفاع عن القاتل بعد تلقي عدة رسائل من المتعاطفين مع محمد عادل وأسرته. ومن ضمن الشروط هي أنه لا يتطوع مجانا ولا يقبل التحويلات من الدولة الأجنبية، وإنما يجب أن يتم تحرير توكيل رسمي له في القضية. وكشفت مصادر مقربة من أسرة الجاني أن أتعب المحامي تتخطى 3 ملايين جنيه مصري، وهو المبلغ الذي سوف يدفعه عددا من المتعاطفين مع الجاني. الجدير بالذكر أن المحامي أشرف نبيل اشتهر بتمكنه من نقد العديد من أحكام الإعدام التي صدرت في الفترة الأخيرة رغم صعوبتها، وذلك سوف يشعل المبارزات القانونية في القضية من جديد. أنباء عن تدهور الحالة الصحية لقاتل نير أشرف. كشفت وسائل إعلام مصرية عن تدهور الحالة الصحية لمحمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لقتل طالبة المنصورة نير أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وأكد موقع صدى البلد المحلي نقلا عن مصدر مقرب من أسرة المحكوم قوله إن محمد يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية، وقد تعرض قبل يومين إلى وعكة صحية شديدة، مضيفا أن أفراد أسرته فور علمهم بمرضه إلا أنه منعه بسبب قرب موعد نظر النقد الذي قدمه المحامي الخاص به. وأقدم محمد عادل قاتل الفتاة نير أشرف على توكيل المحامي أشرف نبيل أحد أشهر المحامين في مصر للدفاع عنه بكتابة مذكرة نقد حكم الإعدام الصادر بحقه، وذلك بعد الحكم بإحالته للمفتي. كواليس وأسرار، هل انسحب فريد الديب من الدفاع عن قاتل نير أشرف؟ انسحاب فريد الديب من قضية مقتل الأخ الذي سبق وتقدم به المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقد ضد أسرة نير أشرف اتهامات تتعلق باستخدام بلطجية ووجود محارض على قتل نيرة. وطالب محفوظ التحقق من الأدلة والمستندات التي قدمها الإعلامي أحمد رجب ببرنامج المهمة الخاصة على إحدى منصات السوشيال ميديا، حيث عرض البرنامج بعض الفيديوهات المصورة والمستندات ومجموعة من شهود وقاعة عرض قاتل نيرة محمد عادل البلطجة من أصحاب السوابق بتحريض من أهل نيرة. وادعى الإعلامي أحمد رجب بتعرضه لتهديد من أهل نيرة أشرف. وصرح محفوظ بتصريحات خاصة لدار الهلال أن تقديم البلاغ رقم 177128 للنائب العام الذي حمل رقم 8528 إدارة المنصورة هو التحقق من صحة تلك الإدعاءات واتخاذ اللازم قانونا في دولة سيادة القانون. مفاجأة، رسميا أشرف نبيل يتولى الطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نير أشرف. في مفاجأة من العيار الثقيل شهدت قضية المتهم محمد عادل قاتل نير أشرف فتاة المنصورة، أصدرت مصلحة شهر العقار والتوثيق اليوم الاثنين أول توكيل رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لتولي المحامي أشرف نبيل مرحلة الطعن في حكم إعدامه، وذلك بعد أن أعلن نبيل شروط قبول القضية بعد تفاوض دام أكثر من 45 يوما وتلقيه مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته. وكان من أبرز الشروط التي وضعها نبيل من الدفاع عن قاتل نير أشرف انسحاب فريد الديب من قضية مقتل نير أشرف، هل هي شائعات أم حقيقة؟ فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى انسحاب المحامي فريد الديب من الدفاع عن محمد عادل في قضية قاتل طالبة المنصورة أمام إحدى بوابات الجامعة. ونرصد لكم في التقرير الكواليس الحقيقية لامتناع المحامي الشهير عن تقديم مذكرة الطعنة. الشائعات المنتشرة عن انسحاب فريد الديب ترجع لتقدم عدد من المحامين من تلقاء أنفسهم بمذكرات النقد لحكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل قاتل نير أشرف
لا سيما مع قرب انقضاء المدة المحددة قانونيا لتقديم مذكرة الطعن على الحكم الصادرة، وهذا ما أثار البلبلة خلال الأيام الماضية حول انسحاب فريد الدب من القضية. ولا صحة لتلك الشائعات، هكذا نفى أحمد حمد محامي محمد عادل قاتل نير أشرف أخبار انسحاب فريد الدب عن القضية، وأكد أنه يعمل ليلا ونهارا بالتعاون مع المحامي فريد الدب للانتهاء من إعداد مذكرة النقد لإلغاء حكم الإعدام الصادر عن المتهمة، والتي تستند على معايير هامة تحمل مفاجآت على حد تعبير محامي قاتل نيرة. مش فريد الدب 3 ملايين جنيه تعب محامي قاتل نيرة أشرف. مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة في مفاجأة من العيار الثقيل شهدت قضية المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف فتاة المنصورة. أصدرت مصلحة شارع العقار والتوثيق ليوم الاثنين أول توكيل رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام، لتولي المحامي أشرف نبيل مرحلة الطعن في حكم إعدامه، وذلك بعد أن أعلن نبيل شروط قبول القضية بعد التفاوض دام أكثر من 45 يوما، تلقيه مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته، وذلك بالتعاون مع فريد الدب. وكان من أبرز الشروط التي وضعها نبيل هي أنه لا يتطوع مجانا ولا يقبل تحويلات من دور أجنبية، وأنه يجب أن يوكل رسميا في القضية من المتهم أو أهليته، وبذلك يكون أشرف نبيل هو المحامي الوحيد الموكل رسميا من المتهم قاتل نير أشرف، وبمقابل مادي كشفت مصادر أنه تخطى 3 ملايين جنيه مصري، وبذلك يكون المشهد قد عاد للتوتر من جديد في قضية مقتل نير أشرف، خاصة مع دخول المحامي أشرف نبيل بشكل مفاجئ لتولي الطعنة، وقد يشعل المبارزات القانونية في قضية مقتل نير أشرف لما اشتهر عنه من تمكنه من نقد العديد من أحكام الإعدام الصادرة في الآونة الأخيرة رغم صعوبتها. بلاغ جديد ضد أسرة نير أشرف فتح تحقيق موسع يكشف مستورا مفاجئا. فتحت نيابة المنصورة تحقيقا موسعا في البلاغ الذي سبق وتقدم به المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقد ضد أسرة نير أشرف اتهامات تتعلق باستخدام بلطجية ووجود محارض على قتل نيرة. وطالب محفوظ التحقق من الأدلة والمستندات التي قدمها الإعلامي أحمد رجب ببرنامج المهمة الخاصة على إحدى منصات السوشيال ميديا، حيث عرض البرنامج بعض الفيديوهات المصورة والمستندات ومجموعة من شهود وقاعة عرض قاتل نيرة محمد عادل البلطجة من أصحاب السوابق بتحريض من أهل نيرة، وادعى الإعلامي أحمد رجب بتعرضه لتهديد من أهل نيرة أشرف، وصرح محفوظ بتصريحات خاصة لدار الهلال. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة برأيكم في التعليقات، ما هو سبب عدم إعدام محمد عادل حتى الآن؟ لا تنسوا أن تشاركوا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.